حبايب قلب سمسمة، لو حابين تعرفهم طريقتي في السمك التحفة ده ازاي، او الحنشان بكل التكات والحركات، يلا بينا نشوف كل التكات والحركات ونشوف انا عملت السمك التحفة ده ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا، بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصلك كل التكات والحركات وتحط السمسمة احلى لايك. يلا بينا نشوف وصفتنا ايه النهاردة، حاجة مميزة وتحفة جدا. طبعا تعالوا كلكم كده شوفوا بنت دمياط لما تخش المطبخ وتعمل كل التكات والحركات هتبقى عاملة ازاي. النهاردة وصفتنا يا حبايب قلبي مختلفة جدا جدا، هنعمل مع بعض الحنشان او ثعبان البحر، او زي مش عارفة بتقولوه ايه في الدول العربية، يعني طبعا كل مكان وبيبقى له الاسم بتاعه. طبعا السمكة بتاعتنا دي النهاردة بتبقى يعني دسمة كده وحلوة وجميلة، خصوصا في الشهر اللي احنا فيه ده شهر 3. بعد كده هي بيبقى مواسم، فطبعا كلكم عارفين ان دمياط بيبقى فيها بسم الله ما شاء الله عزبة البرج والحاجات الاماكن الحلوة اللي في دمياط دي بيبقى فيها كل الاسماك وحاجة كده، اللهم بارك اللهم زيد وبارك يا رب على المسلمين جميعا. فحبيت النهاردة ان انا اعمل معاكم الوصفة الحلوة دي. طبعا في ناس كتيرة ممكن يعني تخاف من الشكل او تفكروا ان هو ثعبان او حاجة، لكن ان شاء الله هنعمله مع بعض كده بوصفة جميلة جدا جدا هتعجبكم. يلا بقى نشوف كل التكات والحركات. يا حبايب قلبي ده بيتسلخ، وطبعا الجلد اللي عليه ده كله بنشيله زي طريقة سلخ الغطا موسى. وطبعا انا عملت معاكم غطا موسى قبل كده، سلخته معاكم وعرفتكم ازاي بيتسلخ، فهو نفس الطريقة بالظبط. ممكن انتي برضو لو حابة تجيبيه متنظف جاهز، بس انا حبيت النهاردة ان انا اوريكم شكله. بيبقى شكله بصراحة اللهم بارك كده، فطبعا كان شكله مميز وفي ناس كتيرة فما تعرفوش، فانا حبيت النهاردة ان انا اوريه لكم. فيلا بقى نشوف كل التكات والحركات، هنسلخه كده وهوريه لكم بعد ما اسلخه ونشوف الفص بتاعه او اللحم بتاعه من جوه عامل ازاي. يلا بينا نشوف كل التكات والحركات وما تنسوش اللايك. حبايب قلبي انا خلاص نظفت الحنشان او الحنش زي ما بيقولوا، او طبعا له اسماء كتيره يعني في الدول العربيه. خلاص بقى معانا زي الفل زي ما احنا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله الفص بتاعه عامل ازاي، او شكل السمكه من جوه. ولازم يا جماعه ان احنا نسلخها، دي اساسي في السمكه دي. وطبعا بيبقى فيه هنا زي عرق كده من الدم، لازم نشيله كويس جدا علشان خاطر الزفاره ويبقى السمكه معانا ريحتها زي الفل. هنبتدي بقى ان احنا نعمل الوصفه بتاعتنا، نقول بسم الله ونشوف معانا مقادير ايه. معايا حبايب قلبي بطاطس، اي كميه بطاطس انت حباها او حسب عدد الافراد الاسره. معايا شبت وبقدونس وكزبره، غسلهم كويس جدا ومخرطاهم ناعم كده. معايا عصير طماطم، معايا ثوم مفروم ناعم. البهارات بتاعتي بقى عبارة عن ملح وكمون وفلفل وبهارات سمك، مش اكتر من كده. لو حبينا نحط شوية كده حوالي ربع معلقة من القرفة بيدي طعم برضو جميل جدا للوصفة. يلا بينا نشوف كل التكات والحركات ونشوف الطريقة. يلا حبايب قلبي نقول بسم الله. معايا طاسة كده على النار او صينية، اي حاجة اللي انت حابة تستخدميها. حطيت فيها حوالي معلقتين من الزيت وسبتهم طبعا يسخنوا. هنزل بالثوم وابتدي ان انا اشوح كده في الثوم شوية، هديله لون ذهبي حلو، بس نخلي بالنا ما يتحرقش مننا.
بدأ الثوم يلون معانا اهو، انا بحب اللون ده في الثوم. هبتدي انزل بعصير الطماطم، نزلت بعصير الطماطم هقلبها كده تقليبه، وكمان هنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وبهارات سمك ورشة من القرفة، مفيش اكتر من كده. طريقة سهلة جدا جدا بس بيبقى الطعم تحفة. شايفين؟ هنزل كمان بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، كل كمية البطاطس كده هننزل في قلب عصير الطماطم او الصلصة. وكمان هنزل بالشبت والبقدونس والكزبرة. وهبتدي ان انا اقلب كده تقليبة كله كده مع بعضه، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا احنا عارفين ان السمك يعني بيستوي بسرعة، مش بياخد وقت خالص على النار، فانا هحط بقى البصل في المرحلة دي وهسيبها تغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت لكم انا هنزل بالبصل كده، انا قطعت البصل طرنشات كده او جوانح حسب ما انتي حابة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله شكلها حلو ازاي، وطبعا مفيدة وفيها فيتامينات كتير وحاجة نظيفة طبعا، اللهم بارك. نزلت كده بالبصل، طبعا هي بدأت ان هي تغلي معانا اهي. هبتدي انزل بقى بقطع السمك، هحط كده قطع السمك. بسم الله الرحمن الرحيم، مش قادرة اقول لكم بقى على الجمال، يعني البطاطس بتبقى احلى كمان من السمك، بتبقى شاربة كل الطعم بتاع السمك، خصوصا النوع ده من السمك بيبقى تحفة جدا، يعني معروف ومشهور. وزي ما قلت لكم ان بيبقى له اوقات كده، اليومين دول وقته يعني لما بيجي شهر 4 ما بيبقاش موجود، ولو موجود ما بيبقاش حلو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هغطي بقى عليها النار وبغطى كده، وهسيبها طبعا تستوى كده مع بعضها سواء البطاطس او السمك، وهنرجع نشوف مع بعض كل التكات والحركات. بس لو شايفين الفيديو حلو وعجبكم ما تنسونيش في الدعوة الحلوة واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل التكات والحركات. بصوا يا جماعة، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ وطبعا مش قادرة اقول لكم ريحته قلب الدنيا، حاجة كده اللهم بارك. شايفين الجمال؟ هسيبه بقى انا يكمل سوا وهنرجع نشوفه بعد ما يستوى ونشوف هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي، زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، صينية الحنشان استوت وبقت معانا زي الفل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ريحتها وطعمها، اكيد هيعجبكم، جربوها ان شاء الله وهتبقى حلوة جدا جدا. هي خلاص كده هدفع عليها النار وهدخلها كده تحت الشواية تاخد لون. يلا بينا نشوف كل التكات والحركات ونشوف الجمال ده بقى شكله عامل ازاي. حبايب قلب سمسمة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا شايفين كده السمك بتاعنا بقى جاهز وتحفة جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله التحفة دي، حاجة كده اللهم بارك، شكلها وريحتها وطعمها تحفة جدا، هتعجبكم جدا جدا. اتمنى ان تكون الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة وتكون عجبتكم. طبعا ما تنسونيش في الدعوة الحلوة واللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا تقولوا لحبايبكم وصحابكم على التكات والحركات. شايفين الجمال ده كله؟ طبعا انا عملت جنبه رز كده ابيض عادي، ما يعني كلنا بنعرف نعمله، فما حبيتش ان انا اصور معاكم. شايفين الجمال وشكل الاكل؟ يفتح النفس، اللهم بارك. يلا بينا نشوف كده، نقرب الكاميرا ونشوف كل التكات والحركات. بصوا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، شكل صينية السمك او الحنشان تحفة ازاي. طبعا انا بحب اضيف عليها برضو حاجة خضرة كده تكسر اللون، وفي نفس الوقت بتبقى شكلها جميل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تحفة ازاي،
وزي ما قلت لكم انا عملت رز ابيض عادي خالص. اتمنى تكون الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم.